حتى الكفر بوك الغلاف الخارجي الأمامي والخلفي من تصميمي أنا. بداخل السجن. بداخل السجن شغله كلياته على الكمبيوتر، حتى الأحجام الوراق، حتى الطباعة الداخلية والتنسيق والفهرس وكل شيء كلياته شغلي. في إلي صور كمان هون أكملها شخصية. في صورة هون وفي صورة تانية بآخر الكتاب. تقريبا كم قصيدة بالكتاب؟ في يا صديقي 84 قصيدة. الكتاب عبارة عن 150 صفحة. وين بيلاقوه الناس؟ يعني إذا اليوم بدهم يشوفوا الكتاب ياخذوه يشتروه، أنا بدعي كل الناس وكل الجمهور يشجع فوزي ويشتري هيدا الكتاب. وبدي أشكر الأب مروان غانم وجمعية نصرته على مساعدتك بإنتاج هالكتاب. أنا بدي أشكره كمان، لأنه برجع بقول لك إنه لولا ما كان طلع الكتاب ولا كنت قدرت أعمل شيء بالمرة. هي أول شغلة. تاني شغلة، أنا هدفي من طباعة الكتاب ما كان هدف مادي بالدرجة الأولى، على قد ما كان هدف معنوي لإثبات وجودي. بدي فرجي إنه أنا ماني ضعيف، أنا ماني سجين، أنا ماني نكرة مثل ما بعض الأشخاص اللي برا بيفكروا. بدي فرجي إنه أنا شخص إلي شخصيتي. مش كل الناس يعني، في بعض الأشخاص إلي شخصيتي وإلي وجودي وإلي قدرة إني أعمل شيء، أعمل المستحيل من مطرح كل شيء فيه مستحيل. بدي أقول لفوزي لكل الناس ونحن كمان من الأشخاص اللي معه، إنه السجن منه مدرسة عقابية بس، هو مدرسة إصلاحية. وضروري جدا اليوم بس نحكي عن سجن رومي، تنقول ضروري نفرجي الشيء الإيجابي بسجن رومي. اليوم في أشخاص عم يدرسوا بسجن رومي، في أشخاص عم يكتبوا بسجن رومي. نقي شي قصيدة بدك تعطيها لشي فنان معروف بلبنان، بركي بيتجاوب معنا وبيقوم بهالمبادرة وبيسجل لك إياها. الأستاذ جورج وسوف، كلاما ولحنا. شو بتقول الغنية؟ بتقول كتير بعمري قضيت، كتير بغالي ضحيت، كتير على قلبي قسيت وعلى حالي الحجر بكيت. لا في خلع قلبي حن، ولا على معروفي امتن، ولا على آهاتي حسل فيها صدر السما شقيت. بإيدي شفيت جراح كتير، وكل ما ربي طير يطير وينسى إني ربيته لما جنحه كان صغير. يا قلبي لا تتأثر ولا تنسى وضل تذكر إنه يلي كبرتن مهما كبروا أنت أكبر. هيدا الألم لمين بدك تهدي هيدا الكتاب؟ أنت قلت لي إنك رايح أستراليا، وأنا بي بأستراليا، فبدي منك تاخذ لي هذا الكتاب لبي. يعني أنا بعت معك جزء مني، جزء من روحي، جزء من أحاسيسي ومشاعري، وجزء من قلبي. بعت معك ابني الأول يلي هو ولد من خيال، ومن علاقة بيني وبين خيال نتج منه هذا الكتاب. شو بدك تقول له لبيك؟ اكتب له. بدي أقول له هلأ ما رح نفرجيها للناس، أنا رح أخذها أمانة، وهو بيقرر إذا بيقرأ يلي فوزي بعت له إياه.